كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. إثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيد القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار عقاب. أمرك يا ذا القرنين. رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه، كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله، لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب 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 الحرب. انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي. ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال، زلزال. المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكون عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس. إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل،
كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا، ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل، غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة.
عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم. إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد،
ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. انفخ الآن حتى يصير نارا. هل نهدر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيد القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي،
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجالوت، وكان له الكرم من الله أن قتل جالوت، وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جالوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه. وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جالوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها، وبدأت المكائد من حوله، فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان. فما كان من بعده إلا أن اجتمع بنو إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت. إنما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد. فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها. ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجاة ربه. وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام. وظل داود عليه السلام يعبد ربه، فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته، حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة. وكان أفضل الصيام صيام داود، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد، فلقد كانت من المعجزات الباهرات، كان الحديد يلين في يده من غير نار يصنع منه الدروع، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا. وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام. وولد سليمان عليه السلام في أورشليم عام 985 قبل الميلاد، وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشليم لميلاد سليمان عليه السلام. ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود، ولكنه كان أحكمهم، فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض، فاحتكم لسيدنا داود عليه السلام. أين ذهبت أيتها الأغنام؟ ضاع ثمري وزرعي، أغنامك أكلت ما شقيت في زراعتي طوال العام. لم أقصد يا صاحب المزرعة. حسنا إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا. فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة. يا نبي الله، لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري. فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له، إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر. لقد قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها، وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت. وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره 11 سنة. لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه، فسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة. لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة. نعم هذا صحيح،
لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد. حسنا إذن، وها هي أغنامك لم ينقص منها أي شيء، بل أطعمتها وسقيتها، تفضل. اللهم احفظ داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما، فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعين، واختلفت السيدتان أن الطفل لها. إنه ولدي، إنه ولدي أنا، بل هو ابني أنا، ولدك قد أكله الذئب. فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي. ووقفتا أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما. إنه ولدي يا نبي الله، لقد تركت ولدها للذئب فاختطف. إنه ولدي، أقسم بالله الواحد الأحد، إنه ولدي يا نبي الله. فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد. ولدي، عاد لي ولدي. يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام، فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام. فإذا بسليمان عليه السلام أمامهما، فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى. وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام، وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما. وأنا أوافق على اقتسام الطفل بيننا. لا لا، أعطها الطفل ولا تقسم ولدي، أعطوها إياه، حسبي الله ونعم الوكيل. فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى. ولدي، ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك. وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها، حانت لحظة النهاية وحان الفراق، وجاء ملك الموت عليه السلام لداود، فقال له داود عليه السلام: أنت والله ملك الموت. فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام. مات داود عليه السلام بعد 100 عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق. وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل. وأصبح سليمان عليه السلام ملكا عظيما، إنه سليمان بن داود عليهما السلام. وظل سليمان عليه السلام يدعو ربه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين، ليبدأ سليمان عليه السلام رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة. وكان الجن يصنعون لسليمان عليه السلام الجفان، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء. وقد أعد سيدنا سليمان عليه السلام جيشا كبيرا ليفتح به الأرض، واجتمع بقادته. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وناقش سليمان عليه السلام القادة في الحرب القادمة،
حيث إن أعداءه ما يزالون حوله ينوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية سقوط سليمان. يا نبي الله، لا بد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة، ولا بد أن يروا منا بأسا شديدا. وأمر سليمان عليه السلام جنوده بالاستعداد للمعركة. وبعد أن خرج الجيش وكان في طريقه، وأحس النمل بخطوات جيش سليمان عليه السلام تقترب، سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجيوش سليمان عليه السلام، فقالت لهم: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا تجلت قدرة الله وعلمه الذي علمه لنبيه، فقد سمع سيدنا سليمان عليه السلام ما دار من الحديث بين النملة وأخواتها، وفهم ما قصدته النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى يدخل النمل إلى بيوته. ثم رفع سليمان عليه السلام يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واستمرت معجزات نبي الله سليمان عليه السلام، وما زال يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة. وكان من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام الريح، فقد كانت تستجيب لأمر النبي الكريم وتذهب حيث يأمرها. سبحان الله وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء. وبدأت المعجزات والآيات تتوالى، والدهشة تملأ القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه. فقد اتسع ملكه ووصل لمشارق الأرض ومغاربها، وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد. كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن، يدافع عن ملكه ولا يتخاذل. لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر. فقد سلب الله ملكه واستلم شيطان الملك وجلس على كرسيه حتى انتهى امتحان سيدنا سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام عاجز وقتها مسلوب القوة. وإما أن سليمان عليه السلام كان مسلوبا القوة يجلس على الكرسي، سواء كان هذا أو ذاك، فلقد مر سليمان عليه السلام بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء. بعدها رجع سليمان عليه السلام لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر، فلقد وصل إيمان سليمان عليه السلام لحق اليقين. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
وأخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خاليا، فقال: ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان، فوجده ساخطا عليه، فقال له سليمان عليه السلام: أين كنت أيها الهدهد؟ وما هو سبب مخالفتك أمري؟ سوف أعذبك أو أقتلك إن لم تأتني بسلطان مبين. فقص الهدهد على سليمان عليه السلام قصته كلها وما رأى عند بلقيس، فابتسم سليمان عليه السلام وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذهب الهدهد في مهمته، ولما وصل إلى مملكة سبأ ألقى الكتاب وطار بعيدا. ما رأيكم؟ أفتوني في أمري. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. أنا لا أرغب في حرب أخشى منها الهوان على قومي. هوان؟ لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد، فنحن الأقوى دائما. سأرسل إلى سليمان بهدية، فإذا كان من طلاب الدنيا قنع بها ورجع. وإن رفضها يا مولاتي؟ إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه. جهزوا الهدايا لسليمان، وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة. سمعا وطاعة يا مولاتي. نظر سليمان عليه السلام إلى الهدايا وقال: من أين هذه؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان. فقال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خيرا مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا ما حدث يا مولاتي. اسمعوا، سنذهب لسليمان طائعين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واجتمع سليمان عليه السلام بجنوده من الجن وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاد الهدهد إلى سليمان عليه السلام وأخبره بخروجها فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يعدوا لها بنيانا لتنزل فيه فلما جاءت قال لها سليمان عليه السلام ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير فقالت الملكة بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام، فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبونه حيا. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بعد هلاك قوم سيدنا هود عليه السلام، جاء من بعدهم قوم نحتوا بيوتا في الجبال وسكنوها وبدأوا بالاستقرار، واجتمع أغنياء القوم لاختيار قائد لهم. لم أدعوكم لتناول الطعام والشراب فقط، وإنما لأمر مهم. إن كل قبيلة يجب أن يكون لها سيد يختاره علية القوم ليصرف أمورهم ويتحدث باسمهم بين القبائل. هذا أمر في غاية الأهمية، رجل يقضي بين الناس بالحكمة والعدل ويصلح الأمور المعوجة. هل يجب أن يكون السيد من أصحاب المال والحسب والنسب؟ أظن هذا ضرورياً لنقبل سيادته علينا. ما رأيكم في صالح؟ صالح؟ ولم لا؟ لا ينكر حسبه ونسبه وأخلاقه الكريمة وأدبه الجم. إنه المرجو فينا للسيادة والرئاسة، ولكن يعيبه شيء خطير، لا يزور الآلهة ولا يقدم لها القرابين. ووقع اختيارهم على سيدنا صالح عليه السلام، فقد أرسله الله إلى قوم ثمود فجمع قومه للحديث معهم. قال صالح عليه السلام: السلام عليكم يا قوم ثمود. أهلا بك يا سيد صالح، طلبت أن تجتمع بنا. خيرا. قال صالح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل سمعتم قوله؟ يا صالح، كيف نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا من آلهة؟ قال صالح عليه السلام: هذا شرك بالله وذنب عظيم، يجب أن تستغفر الله عليه وتتوب إليه توبة نصوحة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. ونحن الذين تصورنا أنك تأتي لطلب السيادة والرئاسة. اسمع يا صالح، لقد كنت فينا مرجوا قبل كلامك هذا، وكنا نفكر في أن نوليك علينا سيدا. وإن كنت تفكر في المال أعطيناك ما تطلب. قال صالح عليه السلام: أنا لم أسألكم أجرا ولا منصبا، وإنما أنا رسول من الله إليكم أهديكم إلى الحق وأحذركم من عاقبة الفساد. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ولماذا نعبد إلهك وحده ونترك بقية الآلهة؟ قال صالح عليه السلام: أية آلهة، إنها مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر، لا تعاند أنفسكم وتذكروا نعم الله عليكم. عن أي نعم تتحدث؟ قال صالح عليه السلام: لقد جعلكم الله خلفاء من بعد عاد وهيأ لكم الأرض بخيراتها،
تزرعون السهول وتبنون فيها القصور وتنحتون بيوتكم في أعلى الجبال. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وما الذي يجعلنا نصدقك؟ هل يعقل أن يكون كل الآباء والأجداد على باطل وأنت الوحيد على الصواب؟ قال صالح عليه السلام: يا قوم لقد جاءني من الله وحي ويقين. ولماذا يأتي الوحي لك أنت بالذات من بيننا؟ قال صالح عليه السلام: يا قوم إني أدعوكم لنفعكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. يا رجل، لماذا لا تنحاز إلى رأي الأكثرية؟ قال صالح عليه السلام: ومن الذي ينصرني من الله إن عصيته؟ أنت كاذب يا صالح. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. لماذا خالفت قومك يا سيد صالح؟ لقد كانوا يريدونك سيدا عليهم. قال صالح عليه السلام: لقد أرسلني الله تعالى لكي أدعو الناس جميعا إلى عبادته. وماذا يريد هذا الدين من أتباعه؟ قال صالح عليه السلام: يريد الله منا أن يحسن الغني إلى الفقير، وأن يحمي القوي الضعيف، ويكون الناس جميعا سواسية في ميزان العدل. نعم، ولكن ما الهدايا والقرابين المطلوبة؟ قال صالح عليه السلام: الله سبحانه وتعالى يعطينا من فضله، ولا يطلب منا شيئا إلا أن نتقيه ونحسن لأنفسنا. ولكن إذا كان الكبراء والأغنياء قلوبهم قاسية، ماذا يفعل أمثالي؟ قال صالح عليه السلام: يستمرون على الصبر والإيمان وحسن الخلق، وسينصرهم الله ولو بعد حين. ما أطيب حديثك يا سيد صالح، هل يجوز لي أن أنضم إلى دعوتك؟ قال صالح عليه السلام: بالطبع يا بني. شكرا يا سيد صالح. هل سمعتم ما قاله صالح؟ وكنتم تريدون أن تجعلوه سيدا على ثمود. ستصيبه الآلهة باللعنة والويل جزاء لافترائه عليها. نحن في مصيبة كبيرة. لا تهول الأمور يا سيد الكاهن، فصالح لا يدعو إلى شيء منكر. ولكنه كفر بآلهتنا وطلب منا أن نعبد ربه وحده. أنت تخشى على عملك إذن؟ بل أخشى على ثمود كلها. دعوة صالح ستحط من شأننا جميعا وتساوي بيننا وبين الخدم. في هذه معك حق. وستفسد التجارة وتخسرون أموالكم. إلا هذا، لقد تعبنا في جمع الأموال. إذن يجب أن نتحد جميعا لنحارب دعوة صالح. واستمر سيدنا صالح عليه السلام في دعوة قومه، ولم يستجب له إلا فقراؤهم وضعفاؤهم، وهذا ما جعل قومه يستهزئون به. ما هذا الكلام العجيب؟ أنت يا صالح واحد من السادة الكرام، فما الذي تفعله في نفسك؟ قال صالح عليه السلام: اتقوا الله ربكم وانظروا إلى ما تفعلونه أنتم في أنفسكم. سيدي الكاهن، ما الذي جرى لصالح؟ مسكين، إنه مسحور. مسحور؟ إذن هو لا يعي ما يقول. كنت أشعر أنه غير طبيعي. أيها الناس، أنتم تتبعون رجلا مسحورا.
أتباع صالح يتزايدون في كل يوم، رغم أنه مسحور وأنت أعلنت للناس ذلك. المشكلة أن أتباعه لا يصدقون بأنه مسحور ويظنونه نبيا مرسلا من ربه. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هل تسمحون لي بالكلام؟ ومن تكون؟ تاجر ذهب وفضة من أرض المجاورة. تفضل بالحديث أيها السيد. يجب أن تعجزوا صالح وتجعلوه يبدو كاذبا أو ضعيفا أمام قومه. نعم الرأي. سنرسل إليه ونطلب منه طلبا خارقا لا يقدر عليه. نعم نعم، يجب أن يبرهن على نبوته. ولكن أي طلب خارق؟ قال صالح عليه السلام: طلبتم رؤيتي، أرجو أن يكون الله قد هداكم وأرشدكم إلى الحق. اسمع يا سيد صالح، أنت تقول إنك نبي مرسل من عند ربك، ونحن نشك في هذا الأمر، فما الذي يقطع الشك باليقين؟ قال صالح عليه السلام: ماذا تريدون؟ هل ترى هذا الجبل الضخم هناك؟ قال صالح عليه السلام: بالطبع أراه. عظيم، أخرج لنا من جوفه ناقة كبيرة. قال صالح عليه السلام: ناقة تخرج من جوف الجبل؟ هل يصعب هذا على ربك؟ قال صالح عليه السلام: سبحانه على كل شيء قدير. عظيم، أدعوه أن يخرج لنا الناقة، وإذا كنت نبيه بحق سيستجيب لدعوتك. قال صالح عليه السلام: حسنا، سأدعو الله بذلك. لقد أعجزناه تماما، أمامه مهلة حتى يوم غد، فإن لم تخرج الناقة من الجبل انتهى صالح. يجب أن نجمع أهل ثمود في الفجر ليروا بأنفسهم فشله وضعفه، ونقدم بعض الطعام للناس احتفالا بفوزنا عليه. وأمضى سيدنا صالح عليه السلام الليل كله يدعو ربه أن يظهر الآية التي طلبها قومه، رغم استحالة طلبهم وتعجيزهم له. واجتمع القوم جميعهم بانتظار انتهاء خلوة سيدنا صالح عليه السلام حتى يروا معجزته. ها هو أول ضوء للنهار ولم يحدث أي شيء. وهل من المعقول أن يلد الجبل ناقة؟ إنها مجرد فكرة خيالية. واهتز الجبل وذعر القوم، وما هي إلا لحظات حتى انشق الجبل وظهرت لهم الناقة. سبحان الله، إننا لا نصدق، هذا حقا لا يصدق، لقد نصر الله بنبيه. قال صالح عليه السلام: لقد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وبينما سيدنا صالح عليه السلام مشغول بتعليم قومه دينهم، جاءه كبار القوم. قال صالح عليه السلام: الله تعالى يأمرنا أن نتراحم فيما بيننا. وهل يأمرك ربك أن تخلف الوعود يا صالح؟ هذا اشتراء. أي وعد؟ ما الأمر؟ قال صالح عليه السلام: الله تعالى يأمرنا أن نفي بالوعود، ولكني لا أفهم عن أي شيء تتحدث. نحن طلبنا ناقة حبلى في شهرها الأخير وتلد لنا حوارا صغيرا. قال صالح عليه السلام: نعم. إذن أنت لم تفي بوعدك ما لم تلد الناقة. إن الدليل على نبوتك لم يثبت بعد. وما هي إلا أيام حتى أنجبت الناقة واكتملت آية الله لقوم صالح عليه السلام. يقول صالح عليه السلام: الناقة ستشرب الماء وحدها من الجداول في يوم. وماذا نشرب نحن في هذا اليوم؟
قال صالح عليه السلام: ستعطيكم لبنا يكفي الجميع، وفي اليوم التالي يشرب الناس جميعا، وتتركون الناقة لترضع صغيرها. بعد أن خرجت الناقة من الجبل وولدت أمام أعيننا من غير جمل، لم أعد أستغرب شيئا. قال صالح عليه السلام: هل شرب الجميع يا صهيب؟ نعم يا نبي الله، نحن آخر الشاربين. قال صالح عليه السلام: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هل رأيتم ما وصلنا إليه؟ ستعايرنا قبائل الدنيا بأسرها لأننا نفضل الناقة على أنفسنا. عندي رأي، نطلب اللبن جميعا في وقت واحد، فيرتبك السقاة وتزداد المشاحنات وتعم الفوضى. لا تزاحم، ابتعد أيها الرجل. إنه دوري، إنه دوري أنا، بل إنه دوري أنا. قال صالح عليه السلام: يا قوم تمهلوا، سينال الجميع نصيبه من اللبن. هل تذلنا يا صالح من أجل أن تسقينا؟ قال صالح عليه السلام: معاذ الله، أنتم قومي وإخوتي، سأسقيكم بنفسي. هيا يا صهيب، تفضلوا بالهناء والصحة. غير طيب، غير طيب بالمرة، هل لي في المزيد منه؟ فشلنا مرة أخرى ونجح صالح في تنظيم السقاية، والآن ماذا نفعل؟ علينا أن نبعد الناقة عن أرضنا. سيعيدها صالح وأتباعه. إذن نذبح الناقة. كانت هذه الناقة معجزة، وصفها الله تعالى بقوله: ناقة الله. كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال، وكانت إذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الأخرى. قال صالح عليه السلام: أيها الناس، لقد طلبتم دليلا على نبوتي، والله أرسل لكم الدليل الذي طلبتم. نعم نعرف ذلك يا صالح. قال صالح عليه السلام: ورغم ذلك عاندتم أنفسكم وكفرتم بدعوتي، وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم. لماذا جمعتنا يا صالح؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ قال صالح عليه السلام: الآية واضحة أمامكم، تسير بينكم وتسقيكم جميعا حتى ترتووا. كل ذلك نعرفه من قبل، فما الجديد؟ قال صالح عليه السلام: أحذركم أن تؤذوا الناقة أو تمسوها بسوء. هل نعتبر هذا تهديدا منك؟ قال صالح عليه السلام: بل إنذار من الله تعالى أن يعذبكم عذابا أليما. ورغم كل تحذيرات نبي الله صالح لقومه، إلا أنها لم تردعهم وتردهم عن قرارهم في قتل الناقة. لقد أصبح لدينا 8 رجال من أفضل فرسان ثمود، وهم على أتم استعداد لتنفيذ المهمة. قتل الناقة ليس أمرا سهلا، والرجال 8 تنقصهم الجرأة والإقدام. فهجم الرجال 8 مع قدار على الناقة، وامتدت الأيادي الآثمة القاتلة إليها، وسالت الدماء. ذبحتها. أحسنت يا قدار، لا بد من الانتقام، لن نترك هؤلاء الأشرار دون عقاب. قال صالح عليه السلام: بالطبع لن يفلتوا من العقاب، ولكن من يعاقبهم؟ نحن يا نبي الله. قال صالح عليه السلام: الأمر قد تعدانا يا رجل، فهم لم يكتفوا بحربنا والعدوان علينا، وإنما اعتدوا على آية من آيات الله. قال صالح عليه السلام: بالطبع سأذهب لأحدث أهل ثمود. قال صالح عليه السلام: لقد حذرتكم مرارا من أن تمسوا الناقة بسوء. وها نحن قتلناها، فماذا أنت فاعل؟ قال صالح عليه السلام: أنتم الذين حكمتم على أنفسكم، وأضعتم آخر فرصة لطلب الرحمة. وهل ستقتلنا جميعا دون سلاح؟ قال صالح عليه السلام: لا تتعجلوا العذاب، فإنه آتيكم. أي عذاب تتحدث عنه؟ إننا لا نصدقك. إذا كنت مرسلا من الله بحق، فقل لنا متى يعذبنا ربك؟ قال صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب.
هل نظل 3 أيام مستيقظين دون راحة؟ عندي اقتراح ينهي المشكلة. ما هو؟ نبادر نحن بالهجوم عليه ونقتله في بيته، فنحبط أي خطة يعدها لنا. وذهب القوم للبحث عن سيدنا صالح لقتله، ولكنهم لم يفلحوا. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال صالح عليه السلام: الحمد لله على كل حال، أرجوك لا تعد إلى بيتك هذه الليلة. قال صالح عليه السلام: اطمئنوا، سنترك هذه الأرض كلها. نترك أرضنا للأشرار؟ وإلى أين نذهب يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام: الأرض كلها أرض الله، أعدوا أمتعتكم ولا تأخذوا إلا الأشياء الضرورية ولا تثيروا ريبة الأشرار. وأصبح أهل ثمود في اليوم الأول من انتظار العذاب ووجوههم مصفرة. فارس الفرسان، قاتل الناقة، ماسخ، صف لي كيف ذبحتها. ما هذا الصفار؟ ها؟ ربما أصابني المرض. وأنت أيضا لونك أصفر. حقا؟ إذن سأذهب لأرتاح. وفي اليوم الثاني أصبح أهل ثمود جلودهم حمراء. ما هذا الحمار؟ أنت أحمر مني. إياك أن تسخر مني، وإلا ذبحتك مثلما ذبحت الناقة. كنت أمازحك يا رجل. هل ما نحن فيه لعنة أصابتنا من الناقة المسحورة؟ أم يا ترى هو بداية الانتقام من رب صالح؟ بالأمس كنا حمرا والآن أصبحنا سودا. هذا أمر غير عادي، ليتك لم تذبح الناقة. أنا لم أذبحها وحدي. ليتكم لم ترتكبوا هذه الجريمة. الآن ترينها جريمة، ومن الذي دفعنا إليها؟ أعرف، نحن النساء أغريناكم لتذبحوا الناقة، ونحن جميعا نتساوى في العقاب. قال صالح عليه السلام: أسرعوا قليلا. لقد تركنا أرض ثمود يا نبي الله، فهل لي من سؤال؟ قال صالح عليه السلام: بالطبع. لماذا تركنا أرضنا للأشرار؟ قال صالح عليه السلام: حتى ننجو مما ينتظرهم. ماذا ينتظرهم يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام: غضب من الله وعقاب أليم. هيا لا تؤذوا أعينكم برؤية ما سيجري للقوم الكافرين. وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة. انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي، وارتجفت الأرض رجفة جبارة فهلك فوقها كل شيء حي. عذب الله الأشرار 9 الذين ذبحوا الناقة، وعذب بقية أهل ثمود لسكوتهم عن الحق ونصرتهم للباطل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاة والأقوام الفاسدين، منهم الملك الهكسوسي سنان بن الأشل الذي غزا مدينة منف وصار حاكما على أجزاء من أرض مصر.
مولاي العظيم سنان، ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش؟ أسرت امرأة عظيمة الحسن وعظيمة الشأن أيضا في غارتي على إحدى القبائل. ومن تكون؟ هل سمع مولاي برجل يدعى إبراهيم تحدى الملك النمرود وهزم؟ أذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما؟ إنه هو يا مولاي. هو رجل عجيب، يدعو إلى إله واحد ويفتن الناس بحديثه أينما ذهب، ولكن ما علاقته في الأمر؟ لقد أسرت زوجته، اسمها سارة. هذا خبر عظيم، زوجة إبراهيم أصبحت جارية في قصري. هيا 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 اقتربي مني أيتها الجارية الحسناء. اللهم نجني من كل ظالم جبار. أختنق، لا أستطيع التنفس. هذا من سوء عملك. أرجوك امنعي ما فعلتيه من سحر. أستغفر الله العظيم، وهل يفلح السحرة؟ ما الذي جرى لي؟ العلم عند الله. الألم لا يطاق، أتوسل إليك أن تفعلي شيئا. إن الله وحده الشافي، ولا أملك لك ولا لنفسي إلا الدعاء. ادعي ربك إذن ليشفيني. سأدعوه على أن تلتزم الأدب. سأفعل، أتوسل إليك. اللهم إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الهواء يدخل إلى صدري. ما هذا؟ قل الحمد لله. اذهبي عني، هيا ابتعدي. يا حراس، أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة، أسرعوا. هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة. ألم تتعلم من المرتين السابقتين؟ لقد أخذت كل الاحتياطات وأشعلت البخور المقدس، وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر، كما أن الآلهة كلهم حولي. ليهدك الله أيها المسكين. كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث؟ الملك لله وحده، فلا تغتر بقوتك. سأريك مدى قوتي. عادت الآلام مرة أخرى. ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به. أرجوك ساعديني، لا أستطيع احتمال الألم. اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اشفه فأنت الشافي. أقسم أنني لن أحاول إيذاءك مرة أخرى. أهلا بالسيدة الصالحة سارة، قررت أن أطلق سراحك. هل جاء إليك نبي الله؟ نعم قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب، وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير. إذن أنت آمنت به؟ اسمعي يا سيدتي، إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا، فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد، فهل نضر أنفسنا؟ لست أفهم، لكم دينكم ولنا دين. انتظري أيتها السيدة الصالحة. ماذا أيضا؟ هدية من الملك، ذهب وأحجار كريمة، وأميرة مصرية أسرتها، وستكون جارية لك. لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة. هدايا الملك لا ترد. سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح. ما اسمك يا فتاتي؟ جاريتك هاجر يا مولاتي. بل أختي في الله يا هاجر، تعالي معي، عسى أن ينفعنا الله بإسلامك. إسلام؟ سنتحدث كثيرا فيما بعد. السلام عليك أيها الملك.
وعاملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها. هذه النباتات ستفيدك كثيرا بإذن الله. لعلها تشفيني، الأصح أن نقول لعلها أن تكون سببا في الشفاء، لأن الشافي هو الله وحده. ما أجمل دينكم. الحمد لله أن هدانا للإسلام وأرسل لنا خليل الله إبراهيم. خليل الله، يا له من لقب عظيم، لم أسمع به من قبل عند أي كاهن. الكهان يا ابنتي. ابنتك؟ لم يمن الله علي بالإنجاب وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر. هذا من حسن حظي يا سيدتي. كنت تقولين شيئا عن الكهان؟ لا أحبهم، فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة. هذا صحيح، ألن ترتاحي قليلا؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله. لا تنسى شيئا واحرص على الأثواب الحريرية. أبرك يا سيدة والهة، أهنئك على هذا الحظ. أي حظ؟ عن أي شيء تتحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوط قد بعثه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعمراء. نعم، وسنمضي أغرابا إلى هناك. أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين، يا له من إحساس طيب. طيب أسرع بإعداد المؤن، أوشكنا على الانتهاء. كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام وإذا به يبتسم في وجهي. ألن تتوقفي عن الثرثرة وإضاعة الوقت؟ لم أقصد، آسفة. احمل الصناديق إلى الجمل، سأمضي أنا. يا لها من امرأة فظة، كيف يكون لنبي الله لوط زوجة كهذه؟ لا يصح أن نقول عنها سوء من غير حضورها. هذه غيبة، هكذا علمني نبي الله إبراهيم. ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر، يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء. ويستوي عنده الحر والصقيع. نحتاج إلى شيء من الطعام. أستحلفكما بالله الترتاحة، سأذهب أنا لإعداد الطعام. هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي. أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم، فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري، وأنا لا يرضيني أن يبقى دون ذرية. إن هذا حق أي رجل عادي، فما بالك بنبي الله وخليله. وما ذنبك أنت يا سيدتي؟ هذا أمر الله وله في ذلك حكمة. بكل تأكيد، لقد أراحني أن أتحدث معك. لا أدري بماذا أجيب. كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكه، والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك. ما أطيب كلماتك وأرقها، أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر. الحمد لله على الدين الحنيف، ملة إبراهيم عليه السلام. تقبل الله منك يا هاجر. منا ومنك يا صاحبة الفضل. أريدك في أمر مهم. أمريني يا سيدتي. لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة. هذا تصرف في منتهى النبل والرقي. تعجب الخليل من الفكرة في البداية، وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة. هذه مهمة صعبة، كيف تجدين من تستحق هذا الشرف؟ وجدتها بفضل الله. الحمد لله. ألا تريدين معرفتها؟ بل أتوق شوقا لمعرفة سيدتي الجديدة. إنها أنت يا هاجر. أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله، إنما لا أحتمل المفاجأة. لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا، وكان ظاهر الأمر شرا لنا وباطنه فيه الخير، لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم. لن أنسى فضلك هذا ما حييت. وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة، وأنجبت هاجر صبيا كالبدر هو إسماعيل عليه السلام.
يا له من جو عاصف، نجنا يا الله. لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف. إنه مأمول يا نيرة من رب العالمين. ولكن أخشى على سيدي إسماعيل، فهو لا يزال رضيعا. هاجر امرأة ذكية وفطنة، وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله. آه الحمد لله، هدأت العاصفة. الحمد لله، اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم. اشتقت لمداعبة سيدي إسماعيل ورؤيته وهو يبتسم. وأنا والله أكثر منك، إنه وليدي الذي لم أنجبه، وهو دعوة الخليل إلى ربي. اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء. ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة، وهناك قرر ما أدهش زوجته، سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر. يا زوجي وسيدي، كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا؟ لا يوجد هنا زرع ولا ماء. أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا. هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم نعم. إذن فالله لن يضيعنا. سار خليل الله إبراهيم مسرعا، وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال: يا رب، إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولم أترك لهم إلا رحمتك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا الله يا الله. سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله، كان حلما. هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا، وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه. خيرا بإذن الله، لا تشغلي بالك، إنه مجرد حلم. نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر، وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والظمأ، فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة. أيها الناس، ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى. أيها الناس، أدركوني. وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا. معي طفل صغير يكاد يهلك. وظلت هاجر تعدو بين الصفا والمروى حتى أتمت 7 أشواط واستبد بها التعب. يا الله، أهي حقيقة أم سراب؟ إنه الماء، لم أذق في حياتي أطيب منه. أنت يا حبيبي الصغير من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لك. انظر يا جرهمي، كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثرا للماء. إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء. وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم، لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت: زمي زمي. هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها. إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان. أذنت لكم ولكن بشرط. ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم. نعرف أنها بئرك أنت. معاذ الله، أنا لا أملكها. أها، ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده. الله؟ نعم، ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر، هذا شرطي الوحيد. تأكدي أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة، وسيأتي الخير لها من كل مكان.
نيرة، ماذا دهاكي؟ أبشري يا سيدتي، رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا. إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله. هو قادم إلينا في الحال، سأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام. هل معه إسماعيل وهاجر؟ لا، ليس معه. لابد أنه قد اطمأن عليهما. هيا، ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم. بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض المباركة. لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع، وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام. الحمد لله، أغنانا الله من فضله. لا تردينا خائبين. إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع. لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم. رأيته، لهم وجوه تضيء بالنور والحسن. أمر سيدي أن نذبح لهم عجلا سمينا، أسرع في تنفيذ الأمر ولا تسر غضب الحليم. ألم تذبح العجل بعد؟ سأفعل في الحال. وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف. لا، لن يخدم ضيوف زوجي غيري. سيدتي أنت متعبة، وخدمة الضيوف تحتاج لمجهود كبير. أعرف أنني قد صرت عجوزا ووصلت إلى سن 90، ولكني أصر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي. كما تحبين يا سيدتي. هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآنية؟ إنهم لم يلمسوا الطعام بعد. كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة، فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي، ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام. ها؟ يا لها من بشرى طيبة. ويحك يا نيرة، كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت 90 عاما. قال لها ضيف إبراهيم: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. حقا، كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم، هم كذلك. ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم. وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها. ولكن سيدي لوط هناك. هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام، فأجابوا أنهم على علم بذلك وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والها. ولماذا تهلك زوجة النبي الكريم لوط؟ لأنها كانت كافرة، كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار. أهذا جزاء الإحسان ليحاسبها الله؟ ليس أقصى مما تنتظره في صباح الغد. ولكن يا سيدتي، لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟ كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط، فقلبه الطيب يفيض بالرحمة حتى على العصاة. من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزارا لكل المؤمنين؟ منذ بنى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة، والخير لا ينقطع. أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام. سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق. سارة، سيدتي سارة. حبيبتي هاجر، خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراك. أطال الله في عمرك يا أم إسحاق، أين حبيبي الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل. كم يحب إسماعيل ترويض الخيول. لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها.
هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك، وأبوه إبراهيم سعيد بذلك. حدثيني عنك يا هاجر، أوحشتني. لا أوحش الله قلبك الطيب أبدا، إن مكة المكرمة أرض خير وسلام، ليتك تقيمين معي فيها. والله أحب ما أريد. وماذا يمنعنا؟ سيدي إبراهيم أمر بذلك حتى ينتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها. النساء في الصحراء يتعجبن من أمرنا، يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص. إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا، لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة. نعم، صدق من أسماه خليل الله. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في عصر نبي الله العزير عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع. ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته. الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر، كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟ لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء. هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر، لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها. عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أخيرا، ها هي الحديقة، أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها. هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، وهو أمر البعث، كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة. مات نبي الله عزير في مكانه، مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق، ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم، سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس. كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه، هل ستذهب؟ لا لا، لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل. وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد. هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان، لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف. معك حق، سنكتفي بالنداء، ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا. سيدي عزير، سيدي عزير. يا نبي الله. لا أحد يجيب. ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا. لا تضيع الوقت، إنه ليس هنا. هيا هيا نبحث في مكان آخر. ومرت قرابة 100 عام على اختفاء نبي الله العزير، ونسي أكثر الناس سيرته. السلام عليك يا ولدي. اذهبي يا جدتي من هنا، صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين. رحم الله من كانت هذه أرضه. اسمعي أيتها السيدة، لقد حكيت لي هذه الحكاية 1000 مرة. كان هنا مسكن نبي اسمه عزير، ولكن هذا منذ زمن 100 عام. مهما طالت السنين يا بني، الأصل يبقى والخير يدوم. أنت امرأة خرفة، اذهبي بعيدا. لماذا تريد طردي من هنا؟ إنني أنتصر عودة سيدي العزير، أريد فقط أن أطمئن عليه. وبعد 100 سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير، ووجد أمامه كائنا من نور جليل. قال له: كم لبثت نائما يا عزير؟ أجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك يا عزير، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة. انظر كيف يبحث التراب عن التراب، ثم انظر كيف يكسوه الجلد. انهض أيها الحمار الميت منذ 100 عام. أمرك أيها الملك الجليل، ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد؟ كيف؟ متنا 100 عام، تحول فيها جسدي إلى تراب، وبقي عصير العنب على حاله، كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها. يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك. آه، ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيدي العزير؟ لم يعد بيت سيدك، مات عزير منذ 100 عام ونسيه الناس. هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي، كأنه هو. يا إلهي، ما هذه الريح الطيبة؟ لكأن سيدي يقف أمامي. ابتسم لها نبي الله قائلا: أنا عزير، أماتني الله 100 عام ثم بعثني حيا. صوته، لكن كيف لي أن أتأكد؟ لم أعد أرى. لو كنت سيدي عزير نبي الله، ادعوه أن يرد علي بصري. دعا عزير ربه: اللهم أعد إليها بصرها. سيدي، إنه أنت، إنه أنت. الحمد لله، الحمد لله، سأبشر الناس بعودتك. هذا أمر لا يمكن تصديقه. لا تنس أن العزير نبي، والأنبياء تحدث لهم معجزات. وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مدعيا؟ لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها. هذا ليس دليلا كافيا، قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا. ما رأيك يا كبير الحكماء؟ كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته، بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها. فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة. هذا هو الدليل الذي نقبله. لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة. بدأت أثق به. نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره. سامحنا يا نبي الله، كان علينا أن نتأكد من شخصيتك. لم يساورني شك لحظة واحدة. سبحان من يحيي ويميت، عاش العزير معجزة عجيبة. سيدي ينهض، لقد أتم الكتابة. وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح، لا يوجد بيننا من يعرف التوراة. انتظر، إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة، احفروا تحتها. إنها الألواح، ألواح التوراة نفسها. نعم، إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا. ما كنا سنعرفها لولا سيدي عزير. نعتذر إليك يا نبي الله. سامحنا يا نبي الله وانصحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن
إن الله على كل شيء قدير. رأى الناس بعث الموتى أمامهم، وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام، وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها، لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير، وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات، مدعين أن عزيرا ابن الله، تعالى الله علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.